السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم. غادي نخدم معكم فيها الدريس. هذا دريس شميشة بشكل جديد ورائع جدا. مهم أول حاجة كتخدمي هي الحبكة. ممكن أنكم متخدموش الحبكة وتخدموا نيشان على التوب، ممكن واللي بغات، ولكن هاد الحبكة كتعطي واحد المنظر زوين. مهم هنا الخيط على ثلاثة شعرات، والرقم البرا هو 6. بالنسبة للناس اللي غادي نخدمو بالحرير مبروم ديال الطرز الرباطي، فديروا الخيط على 4 ديال الشعرات في الدرس دائما. يعني في أي درس بغيتي تخدميه بالحرير المبروم ديريه على 4 ديال الشعرات، باش الدرس يكون يعني شاد في راسه وما كيعواش مع الصبان. مهم أول حاجة كنديرو هاد ثلاثة الغريزات، ومن بعد كتخلي الغرزة الأولى والثانية وكتشدي في الثالثة. دابا غادي نحاول ندير واحد القوس أو نصف دائرة. هنا كتزيري واحد شوية الخدمة باش يتشد هاد القوس. من بعد كترجعي لهاد الغرزة الأخرى اللي خدمتي وكتديري واحد الغريزة. حاولوا أن الأقواس يكونوا مقادين. من بعد غادي تهبط الخيط لتحت باش نعمرو هاد الأقواس بالحبكة. المهم أنا هنا غادي نمشي معاكم بالحساب. كاين بزاف كيخدمو الحبكة بلا حساب، كتبقى غير غادا حتى تعمر، ولكن كنفضل أنني نحسب باش يجيني الدرس كامل مقاد، ماشي مرة يجيك الدرس كبير مرة الدرس صغير. المهم هنا خدمت ثلاثة الحبكات، وهذه الحبكة الرابعة، وهذه 5، ستة، 7، 8، 9، 10، 11، 12. مهم أنا خدمت 12 حبكة بهذا الشكل. من الأحسن أنكم تخدموا بالحساب، يعني من الأفضل. مهم دابا كتخلي الخيط الفوق وكتمشي لهاد الحبكة اللي حداها وكتخدمي فيها غرزة باش تقدري تثبتي هاد القوس هذا. من بعد غتهبط الخيط لتحت وتمشي لنفس الغرزة اللي خدمتي فيها القوس الأول، كتمشي لنفسها وكتعاودي ترجعي ديري هاد القوس. لاحظوا معايا مزيان. دابا غادي نعاود نعمر فوق من هاد القوس. في الدور الأول كنا خدمنا 12 حبكة، دابا غادي نحاول أنني نزيد جوج ديال الحبكات. فغادي تمشي لأول حبكة وغادي نخدمو الحبكة الأولى، وغادي نعاود نرجع فيها ونخدم الحبكة الثانية. نحاولو تركزو. في البداية كنخدمو جوج ديال الحبكات في نفس الغرزة أولا في نفس الحبكة، من بعد غادي تمشي اللي حداها وتخدمي الحبكة الثالثة، وهذه 4، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، 9، 10، 11، 12، 13. هنا كتخدمي جوج ديال الحبكات في بلاصه واحده،
يعني فين غادا تخدمي 13 غادا تعاودي تخدمي 14 ضروري. علاش؟ لان هاد القوس ما يمكنش تعاودي تخدمي 12 حبكه، 12 و12 القوس راه غادي يجي مزير بزاف وما غاديش يجي مزيان. المهم هنا كتعاودي ترجعي لنفس الحبكه وكديري فيها غرزه، لاحظوا معايا مزيان، المهم عقلوا 12 حبكه في الاول ومن بعد كتزيدي جوج هي 14، كتزيدي وحده على اليمين وحده على اليسار. الان غادي نخدم هاد الغريزه هذه تنقولوا حنا الثانيه وهذه الثالثه وهذه الرابعه، اربعه ديال الغرزات. من بعد غادي نبداو درس جديد، واحد جوج، لاحظوا معايا واحد جوج ثلاثه. كتخدمي في الحبكه الثالثه غادي ديري فيها هذا القوس او نصف دائره، والان غادي ترجعي لنفس الغرزه هذه، هاد الاخرانيه هذه، وغادي ديري فيها هاد القوس. من بعد كنعمروا 12 حبكه على هاد القوس هذا، غادي تخدمي 12 حبكه ونرجع نكمل معاكم. من بعد ما كملت غادي نحاول، المهم غادي نرجعوا لهنا لهاد نفس الغرزه، لاحظوا معايا نفس الغرزه كنديروا فيها هاد القوس. والان كيف ما خدمنا القوس الاول غادي نعاودوا نخدموا هذا، غادي تخدمي جوج ديال الحبكات في الاول وجوج في الاخر، يعني غادي تعطيك 14 حبكه. فلاحظوا معايا مزيان، كتبداي من اول حبكه وغادي تخدمي الحبكه الاولى وترجعي فيها ديري الحبكه الثانيه، دابا تمشي اللي حداها وتخدمي الحبكه الثالثه. المهم انا هنا شويه كنزير الحبكه، داكشي علاش الخدمه شويه كتجيني صعيبه. المهم غتكملي 14 حبكه وترجعي لنفس الحبكه اللي خدمتي فيها في الاول وديري فيها هاد الغرزه هذه. من بعد ما كملتي هادوك الاقواس اللي عندك كاملين غادي نرجعوا ناخذوا خيط جديد ونوري لكم الشكل النهائي ديال العمل. فلاحظوا معايا مزيان، غادي نمشي لهاد الغرزه هذه اللي كتكون اللي هي الثانيه اللي كنا خدمناها وغادي نثبت فيها الخيط، وهنا الخيط كيكون فوق، وغادي نرجع لهاد الفراغ وغادي ندير غرزه. هنا كنخدموا بالغرزه ماشي بالحبكه، حاولوا انكم تنتابعوا معايا وانتبهوا لواحد القضيه مهمه بزاف. غادي نخدم معكم هاد الدرس بجوج ديال الطرق، مره غادي نخدموا بالدرس ديال الواحد بالغرزه، وفي المره الثانيه غادي نخدموا معكم بالدرس ديال الواحد اللي كيكون بالحبكه، باش تقدروا تقارنوا ما بيناتهم وتختاروا شنو غادي يعجبكم. فهنا حاولوا انكم تتبعوا معايا حتى الاخر وتشوفوا الفرق ما بين الغرزه والحبكه. فلاحظوا معايا، المهم دابا كنغلف هاد الدرس بالغرزه بهاد الشكل. دابا كنهبط الخيط لتحت ونرجع لهنا للوي جوج ديال اللويات، والان غادي نخدم غرزه. المهم هنا كديري غرزه او حبكه، فغادي كل درس غنخدموا معاكم الطريقه باش تقدروا تشوفوا الفرق ما بيناتهم وتختاروا شنو غادي يعجبكم. دابا غادي ندير هاد التغليفه هذه الثالثه، المهم انا غنبقى نعمر حتى نوصل لاخر. لاحظوا معايا هنا جوج ديال اللويات، ومن بعد كنجر الخيط مزيان ونعاود نرجع لهنا وندير واحد الغرزه. المهم نتوما غادي تكملوا بنفس الطريقه حتى توصلوا للاخر. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، انا خدمت 8 وغادي نزيد التغليفه التاسعه او الدرس التاسع. الان كيف ما كتلاحظوا معايا عادي جدا، غادي نخدم هنا واحد الغرزه بهذا الشكل، نحاول نجر الخيط. هنا من بعد ما كملت هاد 9 التغليفات غادي نجي لهنا، هذه الاولى والثانيه، غادي نشد في الاولى
بهذا الشكل، غادي ندير هنا واحد الغريزه باش نقدر نكمل هذاك الدريس. ودابا غادي نمشي اللي حداه وغادي نشد في هاد الغرزه الثانيه. من بعد غادي نبداو التغلاف، يعني غادي نغلف. فهذه الغرزه الاولى او التغليفه الاولى كتهبط الخيط لتحت وغادي نلوي فقط جوج ديال اللويات وتجر الخيط مزيان. الان الفرق ما بين الدرس الاول والثاني، دابا غادي نهبط الخيط لتحت وغادي نغلف بالحبكه ماشي بالغرزه. ف لاحظوا معايا هذه هي التغليفه ديال الحبكه. من بعد موم غادي غير نزيد دابا واحد جوج ديال الدروسه وغادي تقدروا تشوفوا الفرق. هنا درت الحبكه التغليفه الثانيه، ومن بعد كتلوي الخيط جوج مرات وتجري الخيط، غادي نهبط الخيط لتحت ونرجع نغلف او نرجع نخدم الحبكه. فلاحظوا معايا مزيان، دابا غادي نخلي الخيط الفوق وندير هاد الغريزه هذه بهذا الشكل. وانتم بطبيعه الحال ما تنساوش، يعني رايي الشخصي كنفضل الدرس اللي خدمته بالحبكه، جاء احسن من هذاك اللي مخدوم بالغرزه. ولكن كل وحده تاخذ هذاك الشيء اللي عجبها. اللي بغيت دير يعني تخدم درس بالغرزه والثاني بالحبكه كيف ما هاد الشكل ممكن، واللي بغيت تخدمه كامل بالغرزه او كامل بالحبكه فكل وحده والذوق ديالها. المهم انا حاولت انني نخدمه معاكم بجوج ديال الطرق، وانتوما كل وحده دير داكشي اللي بغات. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين.